شاركت رزان مبارحة فيديو كان مفاجأة لمتابعينها واللي أظهرت فيه أبوها لأول مرة من بعد ما ألح عليها الجمهور وبشكل كتير كبير لإظهاره بفيديوهاتها. وكان الفيديو عبارة عن أسئلة وأجوبة معه، فشو رأيكم بالفيديو وشو رأيكم كمان بأبو رزان؟ شاركوني رأيكم بخانة التعليقات. أما دايلر ومن بعد عودته لمواقع التواصل الاجتماعي وتفاعله بشكل كتير كبير على انستغرام، حيرجع ليوتيوب بفيديو جديد حينزل بكرة، فكم نسبة حماسكم لعودة دايلر ليوتيوب؟ أما أم سيف فرجعت ليوتيوب بفيديوهات قصيرة صرحت فيها أنها متواجدة حاليا بسوريا وأنها رح تشرح كل شي صار معها مستقبلا. أما نور ستارز فشاركت فيديو عملية أنفها على قناتها على يوتيوب وكان الجزء الأول من العملية وأظهرت النتيجة بهالستوريهات. لكل الأمانة يعني صار لي كتير من غايبة عنكم، أكيد يعني السبب إذا ما شفتوا السبب أو ما فهمتوا ليش سحبوا الشاشة وشوفوا الفيديو اللي نزلته على يوتيوب مشان تفهموا القصة كلها. بس بالمبدأ الحلو أنه هلا أنا رجعت وموجودة وبحبكم كتير واشتقت لكم، وباي ذا واي شعري رجع وأنف جديد. أما أغنية مو فلوغز الجديدة واللي حكينا عنها بالتفصيل بالفيديو السابق فتخطت حاجز 2 مليون مشاهدة لحد الآن ولاقت إعجاب عدد كبير من طرف الجمهور بعد ما ربطها البعض بحقيقة خلافه وعلاقته مع نارين بيوتي. فمن بين اليوتيوبرز اللي شفنا ردة فعلهم عن الأغنية كان أحمد النشيط اللي شارك بوست كامل على حسابه على انستغرام، وشفنا كمان ستوري من أنس وبيسان. وهون نكون وصلنا لنهاية الحلقة، لا تنسوا تضغطوا على زر اللايك وتشتركوا بالقناة لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول.